كيف. بعد كده هيجي امر في منتهى الخطورة. ايه هو؟ الاولاد كبرت وشارفت شارفت البلوغ واشرف الصبي على الاحتلام واوشكت الفتاة ان تحيض. كل ده طبعا وفي اثناء كل ده بنراقب سن الاطفال وبنراقب البلوغ. ليه؟ البلوغ فترة خطيرة جدا في حياة الاولاد. بيحصل تغييرات فسيولوجية في جسم العيل. طبعا المرحلة دي بيسموها الناس سن المراهقة. سن المراهقة. والتسمية صحيحة. المراهق اصلا جاية من الرهق. والرهق ما يغشى الانسان بقهر. رهقه الامر. غشيه بقهر. يعني غشية خطاء رهقة. غتاب ايه؟ خصب العين. ولذلك حتى تدرس في القرآن ربنا تبارك وتعالى يقول ايه؟ ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذل. واخد بالك؟ وتلك كلمة يرهقهم وترهقهم ذلة. ترهقهم ذلة. ترهقهم رهقه يرهقه. ترهقهم ذلة يعني ايه؟ تغطيهم رغم ما انفر. غشيهم بقهر. من هنا سن المراهقة عبارة عن شيء يغشى الطفل ويمسك جسمه كله رغم ما انسه. تجي بقى يبتدي الولد بعد ما كان صوته زي صوت اخته يبتدي صوته ايه؟ يحشرج يخشن شوية. اول ما تبتدي يبتدي صوت الولد يخشن شوية خد بالك بقى على صوت. علامة. ليه ربنا عمل العلامة دي؟ عشان الاب ياخد باله. عشان الام تاخد بالها. ما كان ممكن الطفل صوته يبقى تخين من الاول او ممكن صوته ما يتخنش مره واحده او يتخن بالتدريج ما تحسش بيه. لكن ده انت فجاه بتلاقي صوت الطفل اتغير على طول. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيشتكي الطفل من صدره. يبتدي يشتكي من صدره. يبتدي يشتكي من الثدي من حالات الثدي. يبتدي لو تيجي تخبطه كده يقول اي بشده يبتدي توجعه. طبعا انتوا عارفين الكلام ده ها الكبار فيكم حسوه ومروا بيه. اول ما يبتدي الطفل يحس بالوجع ده هو مش فاهم حاجه. هو مش فاهم حاجه. قد يشكو يجي لامه يقول لها يا ابني صدري بيوجعني اي حد بيخبط لما باجي البس القميص وانا حتى بقلع الفانيلا بيوجعني ها وتبتدي صوته بقول ايه بيتغير. هنا بنحس على طول ان الطفل بدا يدخل في مرحله المراهقه. يلي بقى يلي الوجع بتاع الصدر وتغير الصوت ظهور الشعر في الابط والعانه. دي بعد كده. دي بعد كده. لان بظهور الشعر خلاص عدى الولد وبلغ ثعلبه. فبتاخد بالك انت وهو بيقلع قميصه بتبتدي بقى انت تقول له ايه انت هتلبس المدرسه طب يلا اقلع خد اساعدك اكن ما يلبسهاش. لما هيقلع قميصه او جاكيته البيجامه او الجلباب بتاعه هيرفع ايده هتبص تاخد بالك وتبص تشوف ظهر شعر الابط ام لا. عينك تبقى بتراقب. ليه؟ لان الطفل بيحتاج في الفتره دي بقى ابوه يحتاجه بشده. لان هنا هيبتدي يميل لصفات الرجوله. تعلقه بامه يبتدي يقل يبتدي يضعف يبتدي يتعلق بابوه عاوز يقلده عاوز يقلده في كل حاجه بقى في مشيته في كلامه في طريقته في قعدته. هنا هيبقى الاب ايه؟ اذا كان حريص قبل كده ايراد يبقى حريص بعد كده 24 ايراد. لان الواد هيبقى نسخه طبق الاصل بالكربون من ابوه. في الوقت نفسه يبتدي الاب يخاوي ابنه. الكبر ابنك خاوي. بعد ما كنت بتعامله كطفل تبتدي عامله كراجل. اشعره بقى بالرجوله. اهتم بقى بيه. ابتدي خد رايه. ابتدي قول له ايه رايك؟ نعمل كذا ولا نعمل كذا؟
هيقول لك اذا فرض وقال راي صحيح بالمشطبه هتبقى هتشجعه، واذا قال راي خطا وهتقول له ايه العبط ده، ايه الهبل ده، انت بتهبل، ايوه انت طالع عبيط زي امك. الكلام بقى البايخ والكلام الوحش والكلام من ده لا، اذا قال الراي الخطا هتبتدي تقول له انت بتقول كده ليه، طب ما هو لو قلنا كده طب ما يبقى ينتج منه كده، طب احنا لو قلنا كده مش يبقى احسن، مش يبقى افضل، حوار بقى، ادي معنى انتبه لابنك خليه يبتدي يبقى الحوار، يبتدي يبقى الحوار وتبتدي توسع مداركه وتبتدي توجهه لامرين. الامر الاول الرياضه، الرياضه تستنفذ طاقته بعد لازم، وده جاي في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال علموا اولادكم الرمايه السباحه وركوب الخيل. رياضه بقى تعلم طفلك الرياضه، لما تعلمه الرياضه يبتدي الرياضه تعمل ايه؟ تستنفذ حياته حوار بين الاب والابن، يمشي الالفه وتوسيع المدارك وتحس بابنك كده بقى راجل. في نقطه كمان خطيره قوي بالنسبه للولد، الولد اتعلم انه يقلع ويغير هدوم وتعلم يستحمى لوحده، تمام، فترة من 7 سنين لسن 12 سنة ده خلاص انا بربيه بالثواب وليس بالعقاب زي ما قلنا، وقلنا لو اضطررنا للعقاب قلنا هنعاقب الولد. الولد لما اتعلم يستحمى لوحده ويقلع هدومه، الست المهملة في البيت عادي الولد بيقلع هدومه ويرميها فين؟ في سبك الغسيل او في الغسالة او يديها للست اللي بتشتغل في البيت في السلة ايا كان. لا، هنا ده لازم الام من بدري من قبل الحدوته دي لما يقلع هدومه يديها لامه، يديها لام، لا يقلع هدومك ويديها لغير بيتك، تحضر له الحمام، ما تخشش معاه بقى، هتحضر له الحمام وتدي له الفوطه وتدي له الصابونه وتدي له هدوم النظيفه وتقول له ناولني الهدوم اللي انت هتقلعها. هيتعود ان الهدوم اللي بيقلعها يديها لمين؟ لامه. ليه؟ عشان الام تفتش في هدوم الولد بعد كده. لما تفتش في هدوم الولد بعد كده في سن المراهقه هتعرف ان الولد بدا يحتلم، ويبقى الحاله دي محتاجه الاب يفهم ابنه بهدوء وبلباقه ما هو الاحتلام، وانه رحمه من الله لتصريف اشياء زائده عن الجسم كالتبول والتبرز والحرق وما الى ذلك. انها رحمه. يوم ما يستقبلش الامر وما يحصلش عقده منها يحس انه برحمه من الله. في الوقت نفسه هيعلمه ايه بقى؟ كيف يغتسل. هيعلمه بقى الاغتسال من الجنابه، وهيعلمه بقى ازاله شعر الابط والعانه، ان لازم ده يزال كل 15 يوم كل شهر حسب كثافه الشعر، ولسه الولد صغير يبقى هيبقى كل شهرين ثلاثه او كل شهر حسب كثافه الشعر، ان ده بيلم الميكروبات وانه بيلم الحجارات، وانه لازم يزال شعر الابط والعانه، يعلمه ويعلمه الاغتسال من الجنابه، ويعلمه انه اصبح مكلفا، وان كل عمل هيعمله هيكتب اما في صحيفه الحسنات واما في صحيفه السيئات. وبعدين يفهمه حاجه مهمه جدا، انه ما ينزل منك بالاحتلام يا بني اغلى شيء فيك، هو اغلى شيء فيك، يحسسه بغلاوه الشيء ده جدا، وان منه خلق الانسان، وان ده هو اللي هيجيب له الذريه ويحفظ نسله الى يوم الدين، فلا يفرط فيه ولا يسفحه. ولده سمي ولد الزنا ولد السفاح. ليه سمي ولد السفاح؟ لانه سفح الشيء صبه بلا فائده. سفح الماء، جرب الماء ربيع البلاع، او ده السفح. اهو ده ايه؟ السفح. فسمي ولد الزنا ولد السفاح لان الاب سفح ماء، يعني رمى في الشارع. فينبهك انه هذا السائل المنوي غالي، وانه اغلى شيء فيك، وانه ده بيمنع عن جسمك، بياخد من عينيك، بياخد من ودانك،
بياخد من قلبك وبياخد من اجهزتك وبياخد من دمك وبياخد من عصبك وبياخد من كل شيء عشان الطفل لما ينزل او يتولد او يخلق من هذه النطفه فيه جميع صفات الاب، فيه جميع صفات منين؟ فبياخد اللون ولون العينين وشكل الشمام وحجم الودان وطوله واسره كل ده بياخده، فيعرف ان ده ماء غالي غالي جدا وانه لا يصح ان يسفح وانما يجب ان يحتفظ به وان يوضع حيث امر الله، وان ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء ده سماه كنايه وكانه الحب اللي بترميه في الارض عشان يطلع شجر الفاكهه، فقال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، يتكلم وقال يبتغي ما كتب الله لكم، يبقى معنى تشبيه النساء بالحرث ان اكن الارض هتنظر فيها، يبقى ما دام عندك تقاي فاكهه حرام ترميها في الزباله، حرام ترميها في بيت المنظر، حرام ترميها في الشارع، انما تحطها فين؟ في الارض الخصبه عشان تنبت فاكهه، تبتدي تنبتك يقوم يحتفظ بهذا الماء ليه؟ لوقت العوزه، لوقت العوزه، فالوقت نفسه بتعين ان الاحتلام ده ايه؟ رحمه من الله لتصويف الزائد كالبول والبراز والحرق، وانه تستهلك بقى انت تخصص الرياضه وتتخليه على كتب فوق مداركه. ده بالنسبه للطفل ودي خلاص خلاص. انتوا بقى فاهمين ان حوالين الكلام ده كله ايه؟ حواس. بالنسبه للبنت بقى. بالنسبه للبنت الام هتلاحظها لانها هتحتاج لها في الفتره دي وتنحيت لها الامر. طبعا علامات البلوغ بالنسبه للولد تختلف عنها بالنسبه للبنت. بالنسبه للولد قلنا صوته يتغير، صدره يوجعه، يبتدي شعر شنبه يبان، شعر دقنه يبان، شعر دقنه، شعر دقنه، الحاجات اللي بالشكل ده بتبان. البنت غير كده. البنت بيظهر او تبتدا تظهر هذه العلامات في مكان واحد بس فيها وهو الصدر. اول ما يبتدي يظهر على البنت يظهر في الصدر. الصدر يتغير. شكل الصدر ايه؟ بعد ما كان زيها زي الولد كده يبتدي شكل الصدر يتغير تغير طفيف جدا، محتاج لعين ملاحظه سفيه. بالاضافه طبعا الى شعر العانه وشعر الابط، لكن قبل الشعر يبتدي ايه؟ الصدر الى حد ما يتغير تغير طفيف. اذا حست الام بهذا يجب تمهد البنت لما سوف يحدث. لازم. ليه؟ لان لو الام جهله او مش داروه بنفسها او مش حاسه، يقول لك انا البنت كبرت مره واحده ما حسيتش ان هي بقى في غيبوبه، التلفزيون واخد عليها، المسلسلات سحبها. لو حصل ان البنت ما تنبهتش فجاه سوف تحيض، وإذا حاضت البنت فجأة دون مقدمات لا طبيب. رعب رعب سوف ترتعد ترتعد ليه؟ يعني شوف انت الطفل نايم وقام لا جنة لازم المناخير هيعمل ايه؟ هيفخ هيخاف مش كده برضه؟ هتعمل له عقدة هتعمل له عقدة، انتوا فاهمين طبعا. فإذا البنت حاضت أول حيضة دون تمهيد ودون معرفة هتسبب للبنت أشياء خطيرة جدا، هتعقدها هتستقذر نفسها جدا، هتبتدي تكش وتسمعي كش وتبتدي تنطوي على نفسها وتحس إن الوقت بيتهيألها. كل الناس شايفة، كل الناس عارفة، حاجات خطيرة وحاجات غريبة اسألوا عليها الأطباء النفسيين وشوف الحالات المرضية اللي بتروح للشيوخ وبتروح لله من الحاجات اللي بالشكل ده نتيجه غلطه خطيره من الام، ما نحتاجش البنت لهذا الامر. طبعا يلزم بالتمهيد لهذا الامر امور بعض. امور كثيره طبعا هتعلمها بقى كيف تستحي من هذا الامر. هتعلمها كيف تشعر ببوادرك. ببوادرك المغص. له مغص معين مش اي مغص. تبتدي تنتبه الطفله اللي هتبتدي تفارق
سن الحي هتبتدي تعرف بوادره قبل بوادره ما تيجي تستعد له وتلبس له ما يلزم ليه؟ وإلا لو ما عملتش كده هي في المدرسة ودماغها لسه واحدة في الفصل وقامت الفصل كله ضحك بقت حدوتة. أنا إيه حسن اللي فيها معرفة واللي فيهم لسه ما وصلتش هتبقى مصيبة تبقى فضيحة تبقى حدوتة تأذي البنت في مشاعرها تحطمها تعقدها. يبقى لازم تعلمها البوادر بحيث إنها تستعد قبل مجيئه عشان لما يجي يبقى فيه ما تستعد بيه ولبساء تستقبله. واضح في التفاهمين طبعا. ها انا طبعا بتكلم باسلوب حريص جدا لان في اطفال في المسجد في اطفال معاك. الامر الثالث اللي هتعلمه للبنت طبعا هو النظافه، ازاله شعر الابط، ازاله شعر العانه، النظافه بقى النظافه. وبعدين هتعلمها كيفيه الاغتسال من الحيض مش كده برضه لانها بقت ايه مكلفه. وبعدين هتبتدي تنبهها ان الحيض امر كتبه الله على بنات ادم، وان لما يجي لها الحيض ما تمسكش المصحف، ما تخشش جامع، ما تصليش، ما تقراش قران، وان ده امر طبيعي، وان البنت ما تستحيش منه وما تستعرش وما تتكسفش وما تخافش و الى اخره. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم السيده عائشه لما وجدها تبكي وقال يا عائشه هذا امر كتبه الله على بنات ادم. شوف الكلام، هذا امر كتبه الله على بنات ادم. ها فاتهمها بذا امر كتبه الله على بنات ادم وكلهن في هذا الامر سواء. وبعدين هتعلمها حاجه كمان، ان تحصي ايامها عشان تعرف كم يوم، ثلاث ايام ولا اربعه ولا خمسه ولا سبعه ولا في ايه. في الوقت نفسه لازم تراقب علشان تعرف التواريخ. المفروض انها تيجي اذا انتظمت قوي على 21 يوم بعد الظهر، 21 يوم تيجي الدوره الثانيه بعد الظهر 21 يوم في 100 يوم في اليوم امور طبيعيه. لكن هناك امور غير طبيعيه، انه يزيد عن ذلك. في الحالة دي يبقى على طول بنشوف بنتنا عند الطبيبة المختصة من بدايتها بقى، مش اجي انا تبقى البنت مستحاضة من بدايتها وتيجي تتجوز تبقى مصيبة صوت، يجي يقول لها اعمال 23 يوم رفع الرايه الحمراء. انا طب وانت بقى الكلام ازاي يجي تيجي ازاي دي مش مظبوط كده. بعد كده اتعلمنا حاجة مهمة جدا، انه بوجود الدورة وبحدوث الحل وبالوصول للسن ده اصبحت مهيئه للحمل. ليه بنقول للبنت الكلام ده؟ ننبهها ونفهمها ونوريها ايات الله في خلقه ونقولها بلباقه ونحذرها ونقول لها انتبه فقد من الله تبارك وتعالى على بنات ادم بما لم يمن به على أبناء آدم. فإن كان قد كتب عليهم الحيض ولم يكتبوا على الرجال إلا أنه اختصهن بأمر لم يختص به الرجال، ألا وهو الخاتم. ألا وهو الخاتم، فحافظي على الخاتم فهو رمز العفة والعفاف. حافظي عليه، وإياك أن يفضل خاتم إلا بحقه. واعلم أن الخاتم لأمرين، الأمر الأول رمز العفة، الأمر الثاني اطمئنان لصاحب الحق، لأن الوعاء لم يمس وأن الحمل إن كان هناك سبيل. يعني أنا جاب السؤال من واحد من بلاد اجنبيه بعد قال انه تزوج وبعد الزواج بست اشهر مرات ودت، هل يبقى الحمل ده منه او لا؟ سؤال يمكن جاوبته امبارح بس البوسطه اللي فيه من البلاد الاسلاميه المختلفه. طبعا هو ما كانش حقه يسال السؤال ده ابدا، قلت وازاي ما سالوش؟
إذا تزوجها وكان الخاتم موجودا وفضه بها بس ولا خلاص عايز منين؟ مثلا فتنبه بنتها لهذا مع الأخذ في الحسبان والأخذ في الاعتبار إن ممكن أن يحدث الحمل مع وجود الخاتم. يبقى تحذير إيه؟ تاني مش بقى احتفاظك بالخاتم بس وحفاظك على الخاتم بس معناها رمز للعفة، لا ده في خطورة، قد يصبح ربنا تبارك وتعالى الفتاة إذا لم تحافظ على نفسها وعفتها فتحمل مع وجود الخاتم. إزاي؟ إرادة الله. وتبين لها بقى إنه الخاتم أنواع، فمنه الطبيعي ومنه الهلالي ومنه الحلقي ومنه المطاط ومنه المطاط، وانها لا تامن على نفسها فقد يكون هلاليا وقد يكون حلقيا وقد يكون مطاطا وقد تنبه البنت لمثل هذه الامور جميعها بلباقه وبمحبه وبموده وبثقه، تديها ثقه في نفسها وما تخليهاش تشك في نفسها او تلحظ ان الام قد تتشكك فيها. فدي امور مهمه جدا تنبه الام بنتها لها. اياكي والخاتم لا يفضل لها بحق، والاقتراب من هذه المنطقه ممنوع تماما باي شيء لا يقترب منها احد رجل او فتاة ابدا. يحرص الاطلاع عليها، وقد تعودت البنت على ذلك انه لا يطلع على عورتها الا القائم على حدوتها من طفولتها، ثم اذا اعتمدت على نفسها في النظافة والطهارة امتلأت الام عن النظر الى ابنتها فرزقت البنت الحياة حتى من امها. اذا كانت تحية تستحي انها تخلع ملابسها قدام امها، ابن بقى ولا هتستحي انها تخلع ملابسها قدام ابوها او اخوها قدام شخص غريب مش كده برضه، انما لما تبقى تبع احنا بحبها ما خلاص لا ما فيش الحياه. تنبهها للمسائل دي كلها وتحرسها وتحذرها الا تقترب من هذه المنطقه، لا يقترب منها احد، هي ايضا لا تقترب من هذه المنطقه بشيء. انتوا طبعا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، لا تقترب من هذه المنطقه بشيء، واما قد يحضر خاتم دون ان تدري. فمن الفتيات ما يكون الخاتم على السطح بالخلقة مع أقل لمسة يفض، فقد تفض خاتمها خاتم نفسها بغير أن تقصد، وهنا تكون الطامة الكبرى أو تكون الفضيحة أو تكون التهمة وهي منها بريئة. فاهمين طبعا الكلام ده كله، وتبتدي ترجع في بنتها بقى الثقة بالنفس. أنت ماشية في الشارع هيقولوا لك يا حلوه، طب ما انت حلوه، جابوا ايه زياده من عندهم؟ الكلام ده استدراج، هو خلي حد يدخل عليك، تديها الثقه فين؟ في نفسها، تديها الثقه في نفسها كي لا تستدرج. كل ما تديها الثقه في نفسها كل ما تعتز الفتاه ايه؟ بنفسها. اياكي وهكذا دائما وابدا تحذر. الامر الاهم من ده كله بقى، اذا كانت البنت بتنزل البحر بالمايوه بتلعب على الشاطئ بالرمله، قبل موضوع ده ما يجي بسنتين نمنع بسنتين، يعني من سن 8 سنين و 9 سنين نمنع البنت من لبس المايوه ومن واضح، بحيث بنحددها بقى قبل ما نسيب البوادر تيجي بسنه، تبتدي البنت بقى لما كانت في السن قصير قوي زي ما بنشوف بقى البنات الصغننين، ولازم ما اعرفش ايه يبقى باين عشان تبقى البنت شكلها حلو زي العروسه وكلام من ده، ناخد بالنا من الحاجات دي. اول ما تبتدي بقى البنت تجيلها الدوره تلبس على طول الزي الاسلامي، خلاص ما كان لبست الزي الاسلامي الحياه انتقل من المنطقه الصغيره دي الى المنطقه كلها، هي الجسم كله. ما
تصبح الدنيا مجرد ان تقريبا مصيبة على طول الهواء تتفن كده. اما بتلم عشان تداري ثقتها غير لما تلم عشان تداري اتخاذها. يعني لو لك تقصير لحد الركبة ويجي الهواء يطير في السماء الحياة الطبيعي خليها تعمل ايه؟ تنبي اللي تلبس بكيني اللي تلبس بكيني على البحر والفلاش بعد ما تلبس فستانها اللي هو عريان من الشمس ومن غير قمام وكتابه حملات وقصير فوق الرعبه خليها تطلع بره الفلاش وهيبها يجي في وقتها والسمعه تعمل ايه؟ ما تعلم فستان قال ليه؟ ما انت كنت قال ايه اللي جرى؟ الغريب الفطره الحياة الطبيعي رأبوا رأبوا الحاجات دي شوفوا الحياة الطبيعي الفطرة التي فطر الله على أداس لا تبديل لخلق الله احنا اللي بنبدل اخلاقنا حتى انت عمل كده على طول طب انت كنت كده كده لا انا حاجة وده حاجة شوف ازاي فالبنت لما هتيجي بقى مجرد ما تجيلها الدورة في الفلوس الاسلامي يبقى بقى انا هتضايق الاسخان هتضايق ايه الساق شوف بقى منطقة الأمان زادت العمق الاستراتيجي انت عارف البلد لما يقول لك الشوارع عمق استراتيجي مصر مش كده وشينا بتدينا عمق العدد ايه لسه على ما يكون يخش نكون احنا ايه احترفنا فاهمين العمق ايه معنى العمق يعني ايه ما تبقاش انت مكشوف على طول كده ما يبقاش العاصمة بتاعتك على الحدود في بلد في العالم العاصمة بتاعتها على الحدود عمركم شفتوا بلد عاصمتها على الحدود لا يمكن ليه؟ لأن معنى العاصمة الحدود يعني هم ساعتين سقطت الحكومة واستولت الأعداء على العاصمة يخلي العاصمة دايما فين؟ في الأمر ليه؟ عشان لو جه عدو حلني بقى العاصمة تدير فكذلك البنت لما تلبس اللبس الإسلامي كأن الله تبارك وتعالى بيدي الفتاح عمق استراتيجي عمق استراتيجي بحيث طالب فستان لحد الكعبين شوف بقى الكعبين فين؟ وشوف المنطقة اللي احنا خايفين عليها فين؟ شفت بقى هتبتدي تخاف يعني مجرد الفستان يطلع شعر ثقلها الحياة وشها يحمر وتبقى حدوته غير لما يبقى ميكروجيت ما ده المسألة كلها 3 سم يعني خلاص العاصمة مخصوصة فعلى طول البنت لازم تلبس اللبس الايه؟ الاسلام عمق من تحت وعمق من فوق حتى شعرها بتخاف بتلبس وتظبط الطح على وشها لان لو بان جزء من شعرها باين جزء حرام يبقى ده حمايه نشوف ربنا بيدينا الحمايه لكن احنا خد بالك شوف ربنا بيقول ايه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. شوف ربنا بينبئنا يداري سوآتكم ادي اللباس اللي نزلوا بيها الملابس يبقى داري السوءة يبقى رجل الست سوءة سوءة يعني يسيبها ان يخطر عليها احد شوف سماها ربنا ايه سوءة يبقى الحور والحور سميت حور ليه؟ لانها انكشفت يبقى عوار يبقى عوار يبقى من كشفت عوراتها بقت زي الحواريه انت عارف اللي ياخد الشعر في الجنه كلنا اللي بياخد الدين وشفت الاسمنت بتاع السواد المقطوع يجنبوه السواد المقطوع يجنبوه بيسموه ايه بقى السواد المقطوع دي الحر حواريه حواريه تتباع كده بالجمله تتباع كده بالحلق بالنواشي او لمصانع الصابون ما تروحش المخالي ابدا اللي ما اتاخر ده حواريه ها والحديد المصدي يبقى حديد ايه حواريه وهكذا فالعور سميها العور لانها لو كشفت اصيب صاحبها بالعار ولحقها العار وهي نفسها خلاص بقت عوريه بقى بقت كنافه بقت ايه؟ كنافه فشوف خلي بالك ادي بقى ربنا بينبهنا وبيقول ايه؟ يقول انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون كبر الأولاد وبلغوا الحلم ونصح الشاب بنصائح عديدة وعلم كيف يتصرف مع ابنه المراهق وتعلم الأم كذلك كيف تتصرف
مع ابنتها وكانت هناك مصائح اخرى بعد ذلك وهي كيفيه معامله الاولاد في هذا السن الخطر. قال الشيخ حين يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. حين يقول الله تبارك وتعالى ذلك يبين لنا ان البلوغ يقطع اليؤس بمعنى انه لا يتمى بعد البلوغ. ومن المعلوم ان اليتمى في الحيوان بموت الام واليتمى في بني الانسان بموت الاب. فطالما كان الاب حيا فلا يتمى هنا وان ماتت الام فاليتمى بموت الاب. لكن المهم بالنسبه لنا هو ان نعرف ان الانسان اذا بلغ الحلم اصبح مؤهلا لان يتولى امور نفسه بدليل ان الله تبارك وتعالى امر الاوصياء بتسليم اليتامى اموالهم اذا بلغوا الحلم. اذا فهذا السن يؤهل صاحبه لاتخاذ القرار ولكن هو محتاج للنصح والتوجيه والارشاد لقمه الخبره. من هنا وجب على الاب والام في هذه السن ان يترك الفرصه للاولاد لاتخاذ قرارات. كيف يكون ذلك؟ اول حاجه قال له ان يؤهلهم ويدربهم. مثال الاب بيجيب ابنه اول الشهر وبيقعدوا معاه بيقول له تعالى انا مرتبي في الشهر او دخلي في الشهر قد كده بنبقى اقول البيت قد كده النور والميه قد كده بنجيب بوتاجاز قد كده بندي مصروف بيت لامك من اكل وشرب قد كده بنشيل قد كده احتياطي تتوارد حد اي حد ثاني حد حاجه قد كده مصاريف مدارس قد كده بنحوش لاختك عشان يجهزها قد كده قد كده قد كده بيوريله فلوسه ودخله وكيف يتصرف في هذا الدخل. المساله دي بيبقى لها اثر بليغ جدا مع الشاب في سن المراهقه. اولا يعرف امكانيات ابوه ولم يعرف امكانيات ابيه لا يساله ما لا يطيقه. دي اول شيء. لان العيل بيجي في سن المراهقه خلاص بقى راجل بقى عاوز يلبس بنطلون طويل بعد ما كان يلبس بنطلون قصير. عاوز يلبس بقى القميص اللي طالع موضه وبيشوف زمايله في المدرسه بيلبسوا ايه عاوز يلبس سواهم عاوز يبقى راجل عاوز يصرف عاوز 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 هات 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 ابوه يقول لي ما معيش ولا هجيب لك فلوس ولا ماليش دعوه اسمعني زمايلي بتحصل الحواديت دي في البيوت. لكن البيت اللي اتولد فيه يقعد مع ابوه ويعرف دخل ابوه بالمليون وابوه بيشاركه معاه بتصريف المركب يستحيل يطلب من ابوه ما لا يطيق. لان ساعتها يبقى كله بيطلب من ابوه يسرق او يغتشي او بيطلب منه مستحيل. فبيتفهم واذا تفهم الولد لم يبتعد اباه ابدا في المصلحه. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه الحديد بفرصه للولد انه يعرف الدنيا على حقيقتها. الطفل قد يسن البلوغ بيبص لابوه على انه ايه؟ اله ملك يقول للشيء كيف يكون احسن اب في الدنيا احسن غير في الوجود. اي حاجه في الدنيا ادى عليه من طفوله الولد يحس ان الاب ضعيف هو الحمايه هو الحفظ هو المسيطر هو كل حاجه فيبص لابوه على انه حاجه كبيره قوي. فتظلت النظره دي عند الطفل لحد ما يكبر يتعب ابوه جدا. فاحنا بنديله فرصه ان يعرف الدنيا على حقيقتها ونبتدي نحطه على ارض الواقع بعد ان كان عايش على ارض الخيال. نبتدي نحطه على ارض الواقع ويعرف امكانيات ابوه ايه.
النقطة الثانية. النقطة الأولى إن هيتفهم ظروف الأب قبل أطلسه أكثر مما يحتمل دخل الأب. النقطة الثانية إن الولد يبتدي يعيش الواقع ويعرف الدنيا على حقيقتها، يعني ده بكام وده بكام وده بكام وده بكام، يعرف كيف يكابده أبوه وتكابده أمه. النقطة الثالثة إن إحنا بندرب الشاب على تحمل المسؤولية بقى. ليه؟ افرض الأب مات ما يبقاش نكد لا حزن على الأم، ما يبقاش عليها يبقى معاها. ما يبقاش الابن على أمه بقى، الأب لا مصدر السلطة والرغبة خلاص، يبتدي هو بقى يعمل راجل في البيت ويغير أمه المرضى، يسيء أداء المرضى الكفاف. لا، إحنا بنعلم الولد تحمل المسؤولية بحيث لو الأب مات والله الولد عارف هيتصرف إزاي، لما حس بانه مسؤول بقى والرجوله مسؤوليه، مش قله ادب يبوق ابوه وامه، الرجوله مسؤوليه، هيشيل المسؤوليه. ابوه عايش يبقى يبقى معين. ابوه ما هيتحمل المسؤوليه، ابوه عايش يبقى هيبقى ايه؟ معين لابوه، واذا قدر رضاه الاب على تحمل المسؤوليه. طب ده الاب هيعمل كده مع الولد. طب والبنت؟ البنت امها تجيبها ده وتقعد معاها وتقول لها تعالي ادي مصروف البيت، تعالي ندبر الموضوع سوا، تعالي نعمل لسته لطول الشهر، ابوك مديني كذا، شوفي بقى اغلق البيت قد كده، الميه والنور بيجوا قد كده، البوتاجاز بنجيب كام بومبه في الشهر بقى قد كده، بنعمل قد كده، النحله شفت لي النهارده بكام؟ بقد كده، نجيب لحمه قد ايه؟ نجيب خضار قد ايه؟ نجيب جبنه وحلاوه بقد ايه؟ العيش بكام؟ بناكل كام رغيف في اليوم؟ يبقى في الشهر كام رغيف؟ يبقى معانا كام رغيف قد ايه؟ تعالي نقسم سوا، وتبتدي تقسم المصروف مع بنتك، ده على جنب اليوم والليل، ده بتاع البوتاجاز، ده كده، وتحط كل ده في ظرف. ده مكتوب عليه اللحم، ده مكتوب عليه الخضار، ده مكتوب عليه العيش، ده مكتوب او ده مكتوب عليه الفطار والعشاء، وده مكتوب عليه الغداء، وده مكتوب كده، يعني ايا كان التقسيمه، المهم الام هتجيب البنت تشاركها معاها، تشاركها معاها وتصريف مصروف البيت يعمل ازاي؟ بحيث تقعد لغايه اخر الشهر ما تقولش لجوزها المصروف خلص، المصروف خلص طب يعمل ايه؟ زوجتي تسوق تعمل ايه؟ تصرف ونخلص المصروف هنا يا شمري، ونقول للراجل مش شغال وتعبان ونقول له المصروف خلص. طب المصروف خلص طب اعمل لك ايه؟ ما اعرفش اتصرف. اتصرف ازاي؟ طب الرجاله دي كلها بتتصرف ازاي؟ الرجاله دي كلها بتتصرف المصروف بيخلص؟ ايوه حتى اسال زي ما بيسال عليا ويسال فلان وعلان كلهم خسر. لا طب وبيعملوا ايه؟ اسال الجواز بيعملوا ايه؟ اسمعنا انت ما تشوف نفسك شغل بعد الظهر ولا حاجه، ما تشتغل حاجه بعد الظهر. طبعا بيجيبوا السوق. مش فاكرين الزوجه بتاع زمان اللي سيدنا ابراهيم ده لابنه قال له غير عقلك مالك؟ ها؟ انما الزوجه الصالحه الزوجه الطيبه الزوجه المتربيه هتبتدي تدبر نفسها بمصروف بيتها على قد ما جوزها مديها، على قد ما هي هتعيش. بنتها هتتدرب معاها كيف تدبر البيت بالمصروف اللي واخداه من جوزها. النقطه الثانيه لكن الام تعلم بنتها بقى انها تبقى في البيت، مش تيجي البنت تتعلم في المدرسه وتتعلم في الجامعه ويجي الخطيب يخطبها وبعدين تتبغبغ بقى وتتدلع وتقول له انا ما بعرفش اطبخ. الله ما بتعرفش تطبخ لما بتتجوز ليه؟ لما ما بتعرفش تطبخ اصل الطباخ كان مدلعنا ابوكي بقى واللي خلفوكي والكلام ده، يبقى مش تمام. ها تختلف مشاكل وتديك حواديت، طب هتجوز على ايه دي؟ زمان كانت البنت يعني اول ما يجي الخطيب يشوفها في البيت اول حاجه تعملها يقول لها اعملي فنجان قهوه، تخش تعمل فنجان قهوه وتجيبها منين؟ لما جاي لسه يشوف يبتدي يشوف القهوه سايطه ولا السكر زياده ولا السكر قليل ولا ايه؟ يبتدي يشوف، مش كده؟ تبتدي تعزمه على اكله وتبتدي البنت تطبخ له، شوف هتطبخ كويس ولا ما تطبخش كويس؟ تعرف انها الصبح لازم تفتح اوضه النوم ولازم تاخد الفرش تقويه الصبح الساعة 6 بدري تهوي على الفرش، تتعلم ازاي تغسل الغسيل، ازاي ما تغسلش الاحمر مع الابيض، تحط قميص الراجل عريس
وعنده قميص ابيض وبتغسله مع الحاجات الحمراء والخضراء وبتغسله قميص باكد ايه ده؟ تقول له اتعرفت ايوه انا معرفش انت واخد لي البيت ابويا وامي انا كان عندنا شغالين انا كنت بتعلم انا معايا شهاده انا دكتور انا مهندسه ما حدش قال لك ان انا خدام بقى ادي عايز اعلمين على طول وعدو جزء داخل امها من غير سعر من غير سعر ولا حاجه يعني العريس اللي لاقي نفسه كده مش زي نفسها مش عارفه تجيب البيت هيروح لامها حاجه من ايه؟ هيروح لامها في حاله من امها حاجات بسيطه خلاص انت ما تعلمتيش اللي ما تعلمش يتعلم ويموت المعلم ياخدني تعال تعال يروح قلبي وياخدها ويتخب عليها ويوديها عند امها ويقول لها انا جايب لك بنتي تقعد معاكي فرقه فرقه على قد كل واحد خاطر ليه كان كله يعني مجمد فرقه فيوديها لامها تاخد فرقه او تاخد دوره تدريبيه فتتعلم عندها تقول لها لما تبقى جاهزه قولي لي يا حماتي وانا اجي اشيلها على راسي من فوق ولا اتدخل بيه ولا هروح على امي على ما بنتي بتتعلم لازم يعني لازم يعني انما يصبر على الهم ده يبقى هو مش يبقى مش مظبوط ومش هيعرف يربي ولاده بعد كده ليه؟ لان بدل ما تربى عيالها لبن هترضعهم بطاطا انا مش عارفه بقى مش معاك قبل بقى مش هتعرف تغير ولا عيل مش هتعرف تلبسه مش هتعرف خلاص بقى هتبقى مصيبه صوت البنت لازم تبقى ست بيت مهما اتعلمت دكتوره مهندسه وزيره معاها ماجستير معاها دكتوراه كل ده تعلقه في المطبخ المهم انها تعرف تعمل تعرف تعمل دقيق الباميه تعرف تعمل حل الشرب بتاعتها تعرف تعمل طبق بصراحه تعرف تعمل طعميه بيتي تعرف تعمل فول في البيت ها مدمسه ها تعرف تعمل حاجه زي كده حسب مستواك حسب مستواك والله انت مستواك حالي وبتعمل عجائب يبقى لازم تعمل ايه؟ رز بالكاري وتعمل كلام من انت مستواك قليل يبقى لازم تعرف تعمل البشاره والعدس لازم تعرف 30 سم من العدس عدس شوربه وعدس مطبوخ وعدس فتة وعدس بالزبادي وكل كل يوم تعمل لك عدس لكن لون جديد لون جديد وطعم جديد ها وكذلك الفول فول بالزيت فول بالسمنه فول بالصلصه فول مقلي فول باللحمه فول بالبصله عشرين الف صنف ده احنا ربنا لنا كبيره قوي واسعه ها فلو اتعلمت تعمل الفول 30 طريقه عمرك ما هتمل عمرك ما هتمل خدت بالك ازاي؟ فلازم البنت تتعلم يبقى نرجع تاني ونقول الام عليها البنت بمجرد ما تبلغ سن البلوغ وخلاص تبقى بقى الست وطلع الدوره وانتهينا بقى بتسلم العقل والرشد والكلام ده تجيبها بقى تساوي معاها المصروف عشان تتعلم البنت بعد كده لما تتجوز وتصحى يديها مصروف البيت تعرف تدير نفسها وتعلمها المطبخ بقى وتعلمها الغسيل يتغسل ازاي يتطبق ازاي في ستات كتير للاسف نقدر نقول 70% من اللي قاعدين في يوتيوب دول من الستات ما يعرفوش يطبقوا الغسيل الغسيل له تطبيقه مخصوص صحيح الغسيل لما بيتطبق بتطبيقه مخصوصه كل حاجه يعني جاكيته البيجامه غير البنطلون الجلابيه غير القميص الملابس الداخليه بتطبق ازاي الشرابات بتتعمل ازاي كل حاجه لها تطبيقه ست دي بتعرف الكلام ده ستات النهارده ما تعرفش تطبق الغسيل للاسف الشديد الغسيل لازم الست تطبقه بنفسها وبعدين تشوف الزراير اللي هتقع تلحقها قبل ما تقع تخيطها تكتف القميص تخيطها خرم في الشراب ترفيه تتعلم البنت الكلام ده من سن 12 و13 تتعلم لانه لما تتعلم الكلام ده هتدبر نفسها ليه؟ لان لما يجي عيلها يتخرم خرم في جلابيته او في جنبه بترفيه العيل ما ياخدش باله ما يحيرش وكمان الملابس تقيس انما لو سابت بقى الخرم هيتسع وبعدين الصوت يبوظ وبعدين يقول عاوزين بداله ليه؟ ايده بتتقطع لكن لما تعرف ازاي ترفي ده كان زمان الستات بتوع البنوك لما الشراب بتاع جوزها يتخرم ما تلمهوش تقص بوز الشراب وتعمل له كلفه من يوم تاني وتقوم تبص في البيت في الشتاء يبص في رجليه اذا كان غني واذا كان فقير للدرجه الجزمه مش باين ها يلبس اساور من غير قميص ويبقى الناس فاهمه من غير قميص يبقى اساور دايما مش جاكيت
يعرف نص عن نص نص عن نص بس كده متربعه وده هو نص وتقولوا عارف اللي عايز كده الست ست البيت الشقة تغني بين الحمار ده لا الشقة تغني بين الحمار فلازم الست تتعب وبقى لها بالك مهما كانت البنت في أسرة غنية الزمن دوار ومحدش يعرف الزمن شاف ايه والإنسان ياما شاف أخيها شاف ستات عايشة في قصورها وابتسم العربية والسواق باستخدام البلد دون يوم وليلة لا العربية مكتوب عليها قاف عين واحد تاني راكبها للجزء كلكم عرفتوا الكلام ده كبار منكم والقصر اللي هي كانت عايشه فيه اتقال لها عن ايه غير ليه القصر اتعمل ايه؟ معهد تمريض او كليه تربيه كان ليه؟ انت عندكم هنا بص في اسكندريه شوف كليه التربيه بتاعت البنات وشوف كليه الفنون الجميله وشوف شوف بص شوف ها يعني او خوف وشوف الاثنين ناس وبعدين الناس الاغنياء دول اللي كانوا مكانهم بدا يتعمل السكه ما بقاش فيه لا طباخ ولا سفراجي خلاص كلنا اسياد وكل بقى سيد مفيش خادم وسيد كله مش مفيش فلوس تدفع اجره يعملوا ايه بقى؟ الايدي الناعمه تعلمت الشقاء الايدي الناعمه تعلمت الشقاء فالزمن دوار ومحدش يضمن واذا كانت الكلام ده كله انتهى خلاص وراح لحاله مع اللي بدعوا راح لاخر لحاله لكن لا زال الزمن في حاجات اغرب من الخيال وانا في النار جت لي واحده شبه محترمه جدا ولابسه لبس قيم جدا وجات لي في ايام مقابلاتي للناس فقلت دي بقى في مشكله خاصه باولادها او حاجه الست قعدت الولد معاها طلعت منديل ومنديل فاخر فبدات دموعها تنزل يا ست من غير عياط من فضلك طلبات دي مش عارفه ابدا منين يا ست ابدأي من الاخر درس سنه هات من الاخر قالت لي انا مسكوره والحمد لله ولي 75,000 دولار في شركه الريان وبقالي من يوم الريان ما اتقفلتش لحد النهارده بعت مساغي بالكامل كل حاجه في البيت ممكن تتباع تحفه باظه نجسه سجاده بعت ما فضلش انا بحس بقى مش لاقي اكل جايه لك تعمل لي اي تصريف اشوف بيت ناس اسره محترمه تسترني اشتغل فيه. كانت عندها 65 سنه. طب شوف الزمن دوار 75,000 دولار يعني كام؟ يعني 200,000 جنيه تقريبا او يزيد. وكانت كل شهر بيجي لها ايراد 2,000 و3,000 جنيه وخاله محاسب ماشي كله وخلاص ادي واحده. واحدة ثانية جات لي وشغالة ساعتها بنت أصل وبنت ناس جاية معاها. جايبة الشغالة وجاية بتقول لي شوف لي شغلة أنا مش شغالة. قلت لها طبعا شوف لك أنت شغلة أفضل مش شغالة مش مشكلة. لكن نفسي شوف لك شغلة فين؟ فين أشوف لك شغلة؟ وست يعني ربنا يسترنا دنيا وآخر وما يفضحناش أبدا وربنا ما يحرجنا لحد ولا واحد ابن اليمين حتى رجل الشمال. تصرفت الامور مع ديه ولا ديه وربنا قدرني على اني اوجد لهم يعني تصريف قدمت يوم من كم الف. نرجع تاني ونقول الزمن دوار. عشان كده زمان قالوا الصنعة في اليد تغني عن الفقر او الصنعة في اليد امام من الفقر. فبقول الست بقى تعلم بنتها انها تبقى ست بيت حتى لو الطباخ موجود والسفراجي موجود والسواق موجود ما تضمنيش بكره في ايه؟ تتعلم تطبخ، تتعلم تطبق الغسيل، تتعلم تخيط الزرار، تتعلم ترسم ترسم الشرابات والحاجات اللي مش شكلها، يبقى ده واجب الام نحوين بنتها كده بتفرقها مع اداره البيت، البنت بتعرف مصروف امها قد ايه؟ ما بتكلفش الام بطلبات تقول لها صاحبتي جايبه بلوزه والثانيه جايبه جيبه وعايزه اجيب معرفش ايه والموضه كده واشمعنى البنات زمايلي واشمعنى وهيطلعوا تقول لها حبلوك انت ما هتتصرف ازاي الام؟ ها؟ فزي موضوع الابن مع ابوه اخرى البنت لم تكلف اهلها ما لا يثيقون في الوقت نفسه
هتتحمل المسؤوليه في الوقت نفسه، هتؤهلها الام لانها تبقى تتجدد. واضح؟ شوف النصائح ماشيه ازاي؟ ماشيه مقنعه وماشيه بالعقل. طيب ايه كمان يا سيدنا الشيخ؟ قال سيدنا الشيخ رحمه الله عليه، قال ايه؟ الولد بعد ما بلغ سن الاحتلام بدا يفهم نوع العلاقه بين الرجل ومرأته، وكذلك البنت بعد ما بلغت سن المحيض بدأت تفهم نوع العلاقة بين الزوج والزوجة، إما بنفسها أو بالتعليم زي ما قلنا، نهد ونعلم مش نساهل وأكده. في حالة دي على الأب والأم أن يراعيا أن يغتسلا من الجمال سويا وفي وقت واحد، بحيث يشعر الابناء بما دار او بسبب هذا الاختلاف. شوف بقى، في الاول بقى انت كنت حر في بيتك انت ومراتك، عيال لا حاسه ولا باريه ولا فاهمه. دلوقتي بقى بالحس يبان، الصوت يتفهم، الحركه تتفهم، يبقى لازم تكون حريص جدا. صحيح انت بتعمل حاجه حلال مباح، لكن ده شباب، الشباب ده بيبقى السن بنار والعقل. واحنا قلنا نعلمه الرياضه ونجهزهم بالرياضه ونجهزهم بالقراءه وبالاطلاع ونغذي العقل ونغذي الجسم ونلعبهم رياضه ونستنفذ طاقتهم. ما تجيش تعمل كلنا وبعدين سيب البنت قاعده وسامع بقى حاجات ما يصحش تسمعها او تسمع حاجات ما يصحش مواجهانها. فيبقى في حرص من الاب والام على اخفاء العلاقة الخاصة بك جدا عن الأولاد اللي في سن المراهقة. واضح؟ أنت تعملون طبعا اللي عاوز أقول إيه؟ طيب إيه كمان؟ قال له النقطة الثالثة كمان، إنك لازم تسمي ده بقى إن كان بيحصل ضرب للتربية، وقلنا الضرب إزاي ويكون ها؟ إذا اضطررت إليه ها؟ وإن جئت إلى الضرب ها؟ فتضرب الولد ما تضربش البنت عشان تبقى حساسه وتبقى النظره في العين فاتحه. فاهمين الكلام ده؟ فاكرينه كلكم. طيب افترض ان كان في ضرب، كان فيه او ما كانش فيه، بمجرد البلوغ يمنع الضرب قطعيا. لو رفع الاب ايده كده عشان ينهيها ويديها على وش ابنه، الولد ده فقع والى الابد. خلاص شخصيته ضاعت، وهيكره الاب وهيكره نفسه، وحكت مشاعره سيئه جدا جدا جدا. خلاص ما انضربش، ما بنعرفش. ده في بعض القرى في مصر وحتى الان اذا بلغ الولد الاول البكر، اذا بلغ امتنعت الام عن فراش الزوج وسعت لتزويجه باخرى، فقد بلغ الولد ولا يصح لامه ان تطاق. تصور بعض قرى مصر ماشي على النظام ده النهارده، ودول من اصل عربي، لان في بعض القبائل العرب كانت تمنع حاجه جاهليه بقى يعني ها. لكن فتصور بقى قد ايه بيعتزوا بان الولد في السن ده خلاص بلغ وشنبه خط، ما يصحش ان امه توطى. شيء غريب ها. احنا ما بنقولش كده طبعا، لان ده طبعا مخالف في السنه. انما احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الولد متى ما بلغ واحتلم ما يتضربش ابدا ابدا. ما نعرفش، شفنا عارف لو سكت جريمه ما يتضربش، يتفهم يخش السجن ولا يتضربش. وكذلك طبعا البنت، احنا قلنا البنت اصلا ما بتتضربش من صغرها، فما بالك بقى لما البنت بقى خلاص حاضر وتيجي مثلا ما تذاكرش او تجيب نمره ضعيفه، ويجي ابوها يخش عليها يقول لها انت جايبه نمره ضعيفه وانا جايب لك مدرسين وبصرف عليكي انت مش عارف ايه، ورفعت ايده ولقيتها قلبين. يا نهار اسود، ايه ده؟ في كده في الدنيا؟ معقوله بنت في السن ده تتضرب؟ ده خلاص بقى ما بقاش عندها كرامه يعني ابدا. فالشيخ بينبه وبيقول انه اذا بلغ الاطفال الحلم انتهى. ولذا ربنا تبارك وتعالى يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. اللي هي النقطه الاولى، اللي خلي بالك
ما يخشش بقى الاطفال دول عليكم الباب كده فجاه لازم يخبط ولازم يستاذن. وتعلم ابنك من قبل ما يبلغ الحلم. لو ابنك في الاوضه وقت يخش الباب اوعى تفتح الباب عليه تخبط وتخش شوف ده بيعمل ايه. لا تنزع الثقه منه وتخده ومنظرك يبقى وحش. انما انت تخبط على الواجب الباب يوم يقول مين انا بابا يا حبيبي افتح لك اتفضل يا بابا الباب مفتوح تفتح وتخش. يقول لما تعمل كده محملك اتعلم ايه بقى الولد هنا اما يخش عليه بقى يعمل ايه هيخبط مين انا يا بابا افتح يا ابني او طيب يا ابني انا جاي لك خلاص. وكذلك البنت ما يفتحش عليها الباب كده ويخش ابدا ابدا من قبل ما تبلغ بسنه سنتين. علم ولادك الاستئذان زي ما ربنا قال فليستأذنوا كما استأذن النبي من قبلهم. فعلمهم الاستئذان ازاي؟ اقول له يا اوعى تفتح عليا الباب فاهم ولا مش فاهم؟ قبل ما تخش تخبط احسن اعمل من نفسك. انت خبط عليه اذا خبطت عليه هو هيندهش في الاول وبعدين هيستغرب انا هيحبك قوي وبعدين يقول ابويا ده مؤدب قوي ايه الرقي ده؟ وهيتعلم طبعا اذا كنت انت تخبط وتستاذن يبقى هو رقم ده هيقول هيعمل ايه؟ هيخبط ويستاذن. ادي الادب الراقي ادي ادب الشيوخ الادب الايه؟ الراقي. يبقى خد بالك بقى شوف الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده كله واستئذان وبيقول كمان ان مفيش ضرب بقى خالص نهائي وفي تأثير وفي بالحق. وبعدين بقوش على الولد بقوش على البنت بقى بانهم كبروا يستطيعوا ان يتخذوا قرارات. فبيجي الولد بقى في ثانوي ثانوية عامة بقى جاية في علمي في ادبي في رياضة ما بجيش بصرف عليه حاجة بقول له تحب تخش ايه؟ بيقول لي رياضة. طب انت شايف نفسك في الرياضة احسن؟ ايوه شايف نفسك في الرياضة احسن. ولا انت عايز تخش رياضة عشان تخش كلية هندسة مثلا؟ قلت له ماشي. وبعدين طب والله انا رأيي كده لكن انت صاحب الحق في اتخاذ القرار ده مستقبلك وانا مش عايش لك يا ابني. ده مستقبلك انا مش عايش لك انا بوجهك لكن القرار بتاعك انت صاحب القرار. هو اللي هيختار الشعبه اللي هيخش فيها في الثانويه العامه. شوف السن ده وكذلك الجن نبتدي نعلمهم يتخذوا القرارات لانفسهم لانفسهم. طول عمرك بتلبس العيال طول عمرك بتجيب له طول عمر الام بتجيب له بنتها. لا يجي الوقت بقى تعالى يا ماما تحب تلبسي ايه؟ تبتدي بقى تخلي البنت تختار من نفسها ملابسها لكن توجهها تقول لها لا ده لون شائع شويه لا ده انت سمره الاحمر حلو جميل صحيح تشوفيه بعينيك لكن ما تلبسوهوش زي ما كانوا بيقولوا عاوز تضحك على الاسمر لبسه احمر. انت فاهم البنت انت سمره ما يبقاش عليك الاحمر. طب انت سمره طب ليه علي ايه يا ماما؟ ليه عليك الاصفر يا حبيبتي الاصفر يبقى جميل قوي عليك بلاش الاحمر علمتيه ومع ذلك انت حر تلبسي زي ما انت عاوز. وبعدين زي ما كانوا بيقولوا ايه؟ قول اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. كلام حلو ها كلام حلو وتخليها تتخذ القرارات بنفسها وتعلمها تتحمل المسؤوليه. وكذلك بالنسبه لايه؟ للولد. وابع الكلام لحد كده يجي موضوع اخطر بقى اخطر جدا. ايه هو بقى؟ اختيار الاصدقاء لابنك واختيار الصديقات لابنك. طب انت منين بتقول دلوقتي سيبه يتخذ قراراته ويتحمل المسؤوليه وبتقول اختار؟ ايوه كله الا بيه. ليه؟ من جالس جالس. شوف دي قالت كلكم حافظينها ودي اول من قالها الشيخ الشيخ اول من قالها من جالس جالس على طول ولا تسال عن المرء وسال عن صديقي. وعاوز تعرف واحد ما تسالش عنه اصحابه مين؟ اصحابه مين؟ اسال عن اصحابه تعرف على طول. يعني لو جالك خطيب لبنتك اوعى تسال عليه الناس هتشكر لك فيه على طول. عارف بقى انك بتسال على الواد عشان خاطر بنتك هيشكره فيه وفي الوقت نفسه مش هتقدر توصل لحاجه ما تسالش عليه ابدا. صاحبه مين؟ شوفه مصاحب مين؟ لو شفته مصاحب مين هتقول اي ادي بنتي او لا ما ادريش بنتي ولو ده صحيح فاهم؟ فمن هنا يختار الاب اصدقاء ابنه. يختارهم ازاي؟ مش هيجي يقول لي تعالى انا جايب لك ده حسن ده ابن مسعود جارنا ده هيبقى صاحبك. لا لا مش هتعمل كده. انما هتبتدي تراقبه وتشوفه بيصاحب مين وتبتدي تقول لا ده ما تصاحبوش. ليه يا بابا ده ولد كويس قوي؟ ايوه بس بيشرب سجاير وما دام بيشرب سجاير يا ابني يبقى واحده من اثنين
يقابوه بيديله مصروف زيادة وده غلط. إذا متنشا ده نشاء غلط. يا بيسرق فلوس من ورا ابوه عشان يصرف سجاير. وفي كلتا الحالتين خطأ. بالإضافة إلى أن شرب السجاير آفة. بالإضافة إنه بلد صغير كده ولسه شنبه ما خطش وقت ماسك سجارة يبقى ده شخصيته ضعيفة. وأنا عايزك تصاحب شخصيات قوية. يوم يضيف إليك ما ينقص منك. أدي معنى أنك تساعده على اختيار أصدقاء. وكذلك البنت تساعدها أمها على اختيار صويح لذاتها. ما تجيش بقى تلاقيها مصاحبة بيت لون وماشية كده كذا كذا وتتحكس وحكتها وحالتها وكلام من ده كله وتقول لها دي صاحبتي يا ماما دي بتحبني قوي يا ماما. لا تقول لها لا دي تسيء إليكي. لما تمشي معاها في الشارع والناس شايفينها هيحكموا عليكي بالحكم عليها. غلطي. ولو واحد عاوز يخطبك يا ماما هيشوفك مصاحبة مين؟ لا شوية حباسك مش على خلق هيقول ايه؟ انت زيهم. هي لكن ما تعملش زي ما بتمثل بس دي مصحة. وانك شايفين لكن هي ايه؟ من تحت لتحت. لا يا بنتي فتساعدها على اختيار شوية حباسك. واضح النقطة دي برضه اللي هو مساعدة الابن على اختيار اصدقائه، مساعدة البنت على اختيار شوية حباسك. وانا تيجي نقطة بعد كده اخر. لأنه رادة بنفعم في الخطورة يعني اختيار الأصدقاء ده شيء خطير جدا لأنه الراجل ما يفسدوش غير راجل. عمر ما الراجل أو الشاب تفسد بنت أبدا. الشاب يفسد شاب والبنت يفسدها بنت زيها. وإذا كنت خايف على مراتك لا تفسد في معاملتها لك خد بالك من صاحبة مين؟ من صاحبة. الست يفسدها ست والراجل يفسد راجل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب دي النقطة اللي بعد كده ودي خطيرة جدا جدا جدا. خد بالك بقى أنا ما صورتش حاجة لكن أنت هتتأمل على زوجتك. البنت رجعت من المدرسة في إيدها لفة ودخلت أوضتها تاني يوم بتلبس أمها لقيتها لفة بلوزة جديدة. إيه يا سوزي البلوزة دي؟ أنت بتضحكوا أنا بقول سوزي عارفين ليه؟ ما فيش ولا واحدة فوق اسمها سوزي. الحمد لله يعني أنا آسف. فلانة مثلا ها؟ إيه يا فلانة البلوزة دي؟ فلانة الله إيه؟ يا ماما دي واحدة صاحبتي أنت عارفاها نرجس. نرجس صاحبتي يا ماما باباها إيه؟ باباها بيروح بورسعيد وبيجيب حاجات كتير قوي. البلوزة تتقلع تضايق عليك؟ ابقى فاهم. هلا اديتها لي كده يا بنتي كده ببلاش من غير حاجة. قال ماما قلت لها صاحبتي جد بتحبني خالص. وانا طبعا قلت لها لا. طب ازاي بنتي تاخدي منها حاجه؟ طب انت تديلها ايه؟ مش لازم ماما مديها ده احنا صحاب قوي وحلفت عليا وقالت لي انت حذر مني كنت بايع عليا. فادتها لي يا ماما عشان البسها. طيب 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 يا اختي طيب طيب انت طبعا فهمت. ثاني يوم هتجيب بنطلون. ثالث يوم هتجيب جزمه. رابع يوم بقى معاها شنطه. كل ده منين؟ صاحبتها سوزي. نار قصار زي ما عارف. المهم بيحبسوا من بعض يا ابني. يوم في يوم مره في مره البنت بتتصرف. ضرب الباب ضرب. بنفتح الباب لا هتتكلم من الاسم. ده بيت فلان حلمي او فلان بيت او لسه فلان. ايوه والله ما في الاسم. خير والله ما في الاسم. في موضوع كده او بتاع انت من تخش معها كده عندنا في الاسم. في الاسم. لما خلص فوت ترى ايه حصل ايه؟ حصل ما فيش يا ست لا حادثه ولا بتاع ان الله ستار من العيوب. خلاص بقى ها؟ ويجي الراجل يخبري على الاسم يلاقي بنته ومعها اثنين اصحابها مقفوشين في شقه فيها بعض اخواننا العرب. بعض اخواننا ايه؟ العرب جايين للاستشفاء وجايين هنا ايه؟ والسياحة ربنا فاتح قوي علينا الباب من البحر والبنات عايزة تلبس ما يحبسوش صحابها يلبسوا ويروحوا عايزة تلبس نفس البلوزة رايحة جاية بيها في الجامعة كل يوم نفس البلوزة نفس البلوزة. ولذلك في بعض البنات بتهرب من العملية دي تعمل ايه؟ تروح ضربها خمار لبسها بقى كبت واسود خلاص تدين بقى ها؟ تدين ومنهم متدينين ومنهم بتتداه. ما هي خايفه البنات كل يوم لابسه بنطلونات وبلوزات وحاجات وروايات ودي غلطه خطيره احنا بنغلطها في بلدنا. لو في فيديو للجامعه واحد الفقير والغني يلبسه ما تحصلش الاوقات دي.
خمسة يوم واحد لكن ده كرمزاج. روح الجامعة وتروح الكلية شوف تتفرج تسمع وتسلم. كرمزاج مكياجات وحاجات واحمر واخضر واسقط والشعر مش عارف عامل ازاي واللبس بنطلونات ولبس روبات وحاجات حاجة فظيعة. طب البنت الفقيرة اللي ما عندهاش غير فستان واحد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فإذا كانت أخلاقها قوية جدا هتنصان حسب تربية البيت، وإذا كان الأب مش واخد باله هتنحرف، وإذا كان في بيئة دينية خلاص ربنا فتح هتتدين وتلبس نفس الحجاب الإسلامي وخلاص انتهينا. طب وبعدين؟ يبقى احنا لازم ناخد بالنا بقى. هيروح الأب لإيش؟ لقى بنته إيه؟ بتقفش. ليه؟ ونتغير بقى البنت بتنهار ويغمى عليها والكلام الحوادث كلها بقت فضايح. انتوا ما تستغربوش لان الحوادث دي ما بتتقالش في الجورنال عشان يستروا البيوت، لكن الحوادث دي كتير. اللي بتقال في الجورنال بقى اللي بعد كده اللي هو ايه؟ اللي بتبتدي بقى تعمل باسبور وعقد عمل في الخارج وتروح بقى في ملاهي قدس وملاهي بيروت. لو رحت بيروت جميع ملاهي بيروت فتيات مصريات سليلات الطلاحنه لفرقيت وحشوشت. روح قبرش واتفرج تشوف العجب. ما هي سكتها بقى سلكت هتروح فين بعد كده وما الى ذلك. كل ده جاي منين؟ من اهمال الام، من اهمال الاب. انت عارف بنتك بتلبس ايه؟ بص شوف ابن بنتك لابسه ايه؟ جايبه منين؟ صاحبتها ازاي؟ ونفترض ان صاحبتها لا رجعيها بكره الصبح ترجعيها عشان يبقى عندك كرامه. الفقر مش عيب، مد الايد هو العيب. النبي سيد الخلق عليه الصلاه والسلام كان فقيرا، كان فقيرا وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. سيد الخلق وكان قادر ربنا يغنيه ويجعله اغنى الاغنياء. الفقر عمره ما كان عيب. الشرف هو اللي يلف، الكرامه هي اللي تلف. لكن الفقر ما يلفش الانسان. ليه؟ لان الفقر والغنى بيد الله. لكن الذل، الذل والعز والخزي والكرامه وعزه النفس بيد الانسان. انت اللي تقدر تبقى عزيز النفس. لما يستعكف يعفوه الله. شفت بقى؟ يبقى دي بقى. ما قالش اللي عاوز الغنى يبقى غني انا. من يتهم يغنيه الله، أي يغنيه الله عن الناس. مش يغنيه يعني يخليه غني، لا، من يستغني عن الناس يغنيه الله عن الناس. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يصعب. فربنا عمل بغنى وعمل بخير، لكن اللي هان نفسه كان على الناس أهون. من هنا لما تلاقي بنتك لابسه حاجه مش انت اللي جايبها يبقى في الحاله دي بتقول ايه؟ لا، تتحرى الامر ازاي ومنين وليه؟ طب النهارده صاحبتك ادتك اللبس ده، طب بكره مين يجيبه لك؟ طب صاحبتك دي اتجوزت، طب صاحبتك دي ماتت، طب تعملي ايه؟ من هنا يبقى بالاضافه الى اختيار او المساعده في اختيار الصديقات ابنتك يجب ان تراقب بتعمل ايه؟ تشوف بقى. وبعدين لو عودت بنتك من ساعه بلوغها الحيل انها ما تحطش حاجه في بواصيرها وما تحطش حاجه في بقها وما تحطش حاجه في وشها وما تلقمطش عينيها، خلاص هيبقى وشها طبيعي مش محتاجه للفلوس دي كلها اللي بتنصرف على مثل هذه الامور. فاهم ولا مش فاهم؟ انما احنا ديك النهارده عدنا نتحرى على الاسره بقول عاملين استمارة عاوزين مساعده. عاوزين مساعده. وقالوا لي دي اسره غلبانه والراجل عنده اربع بنات. قلت طيب ست تروح تشوف الاسره وتكتب لنا تقرر نساعدهم بكام. راحت الست وبت قالت دي غلابه قوي وعندهم مصيبين واحد. بينام عليها الراجل والست والبنات بينام على الارض. قلت لها اشوفي لي بعيني ارى ما رايته بعينيك. فنشفت نشفت كله شفقه ورحمه. لحد ما جت عند البنات قلت لها وصفي. قلت لها طيب البنات عاملين ايه؟ فطلع ان البنات حاطين احمر في ضوافرهم، ضوافر ايديهم وضوافر رجليهم. قلت لها دول لا يستحقوا المساعده. قالت لي ده في احمر بيتحط في الضوافر بيتباع ب 5000.
قلت لها لما كنت بعد 5 بالليل بدل حطوا بواسط في ايديهم حطوا احمر في بواسطهم يبقى لما حددوا انا 20 جنيه في الشهر البنات هتاخد 5 جنيه تديهم احمر واخضر يروح يبيع حل الكواكب يعملوا شهر لا ما ياخدش مش عارف وانا لحقت مش عارف بس لازم انا مش فاهم عشان تبقى انت بتساعد الفقير انا فقير اللي بتساعد الفقير اللي عاوز ياكل اللي عاوز يدش اللي عاوز يدفع مصاريف مدرسه لابنه اللي عاوز يتجوز ويجهز نفسه اللي عاوز يتعالج اللي عاوز يجيب دواء دي الفقراء لا بتساعدهم واللي بنستطيعهم كل شهر 18,000 جنيه اعلى لكن اموال الزكاة هم دول انما البنت اللي ماشيه للشعصيه وحاطه في اواصيها والكلام ده بتساعدها ازاي؟ تساعدها ده هتفسدها تتلفها فمن هنا بقول لما تعود بنتك من الصغر على ان ما تروحش للمزايل الكواكب من لها شعرها وما تجيبش حاجات مكياجات ومساحيق ودوافع وكلام من ده يبقى مش هتكلفك كتير ولو انت غني يبقى هتحط القرش في مطرحه بس في نفس الحكايه وتراقب ملابسها بتلبس منين وازاي ومع ذلك بقول انه على الاب انه يراعي نظافه الملابس لاولاده الاكل محدش شايفه اللبس الناس كلها شايفاه احنا عندنا ده هنا وحش قوي في مصر ان الناس بتصرف على الاكل اكتر ما بتصرف على اللبس لو شفت الاجانب هنا لما كانوا زمان عايشين هنا كنت تشوف الابناء بياكل بالزيت ما دخلش السمنة بيته ابدا ياكل اي كلام محدش شايفه ويلبس ده حسن لبس كنت بشوفهم ولا زال لحد النهارده في المزاريطه الدكاكين دي كلها كانوا ميكانيكيه وسمكريه وبتوع الترشي وبتوع القهوه اللي يقول لك قهوه ايه مش عارف ايه لا الفاظ بتستخدم كده الدرشنات في المحلات كانوا كلهم جريز وكلام من ده وتشوفوا طالع بقى درشون ما مش المرياله وبيضه بعد ما القهوه تشطب ويخرج تلاقيه في ايه؟ زي الفل ميكانيكي قاعد تحت العربيه بعد ما خلص يعرف الدرس الايديه بالصابونه بينظف نفسه وبيلبس بعد كده ايه؟ زي الفل دي السنه خدوها مننا زي ما السيده حقيقه بتقول كان الناس في مهنه انفسهم يعني بيشتغل لنفسه وبيشعر كان الناس في مهنه انفسهم فاذا جاءوا للمسجد جاءوا لثيابهم فتكون لهم روائح ريحتهم طالعه ها فقيل لهم هل ما اغتسلتم الحديث ده في صحيح البخاري فقيل لهم هل اغتسلتم انت في ثياب المهنه بشغلك خلاص مهما كنت بتشتغل البس مخصوص بتشتغل مبين بتشتغل ميكانيكي بتشتغل ايا كان البس لبس المهنه لكن بعد ما تطلع من مهنتك امام الناس بقى لازم تظهر نعمه الله عليك تهتم بلبس ولادك اكثر ما تهتم باكلهم انت كلام بعد ما يبلغوا سن الشباب وهم اطفال بتهتم باكلهم عشان بتغذي الجسد بتغذي العقل بعد كده لما بقوا شباب اهتم بايه؟ بلبسهم اكثر ما تهتم بايه؟ باكلهم مفهوم؟ وتراقب بقى ايه؟ البنت ترسها. طب الولد نعمل فيه ايه؟ انك تراقبه. تراقبه بقى. ليه؟ لانك لو لقيت ريحه بقى ابنك سجاير لازم تنتبه. طب هعرف ازاي؟ من غير ما اشعره اللي بتجسس عليه. بسيطه قوي. انت اتعودت ان من صغر العيل ومن صغر الحنان بتاخده وتضمه وتبوسه ووقع على ايدك يبوسها لازم يتعلم الطفل. من سن 3 سنين انه يوقف على ايد ابوه وامه يبوسها. الحاجه اللي راحت منكم للاسف الشديد ها يوقف على ايد ابوه وامه يبوسها يبوسها. فلما هيكبر الولد هيوقف على ايدك يبوسها ولما يوقف على ايدك يبوسها تقوم واخده انت صدرك وبوسه من شوقه. لما يكبر يبقى شاب هتاخده في صدرك وتبوسه وانت بتبوسه سنه سنه من غير ما يحس من غير ما يحس عشان يوم ما يشرب سيجاره اول مره في عمره تعرف وتبقى صاحي وتبقى فاهم وتلحقه قبل ما تقود السيجاره للجوزه وقبل ما تقود الجوزه للازازه وقبل ما تقود الازازه للشم ويضيع وضيع انت معاه فكذلك بتحسس احلام ابنك هو سيدنا عمر لما كان امير المؤمنين مش كان بينزل يتحس على احوال الرعيه؟ مش بتعرفين القصه اللي مشي فيها سيدنا عمر وسمع البنت بتقول لامها اغش اللبن ازاي يا اما؟ طب امير المؤمنين منع خلط اللبن بالماء بتاع نحن فين وامير المؤمنين فين؟ امير المؤمنين لا يرانا قالت لها يا امي اذا كان امير المؤمنين لا يرانا رب امير المؤمنين يا رانا. فاكرين القصه دي؟
راح معلم على البيت وكلم جمع اولاده وقال لهم لولا اني قد بلغت سنا لا يجوز لي فيه الزواج او لا اطيقه ما اثرت احدا على نفسي بهذه البكاء لتزوجتها بنفسي. من منكم يريد التزوج فنطق ابنه عاصم قال انا يا ابتاح تزوجها لعاصم. لما تزوج العاصم خلفه بنت البنت جابت عمر بن عبد العزيز شوف الاصل هو العرق الشاش والبنت ذكرني والعرق مد الشارع جد حتى طبعا القصه دي وغيرها 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 فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك. فطالما كان امير المؤمنين يتعافى احوال الرعيه انت كمان راعي والاب في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته يبقى في الحاله دي لازم تتعافى انت كمان احوال ابنائك وتبص وتشوف. مفيش ما يمنع ان ابنك لما يكون بره البيت انك تخش اوضته انت له اوضه او تفتح بلاده انت له بلاده من غير ما يحس ومن غير ما تشعره وتحس شديد تشوفه بيقرا ايه بيعمل ايه. هتلاقي مجلات خارجه صور حريم هتلاقي علبه سجاير هتلاقي قصص وحشه هتلاقي حاجات مش مظبوطه اصحابه في المدرسه ادوهاله. اوعى تنسى حط كل حاجه مطرحها خلاص وما تحسش الولد قدام امه قدام اخته وتجيب بقى وتعمله تزيح لا بتعمل ايه؟ قال له شوف تيجي لابنك بعد ما شفت الكلام ده تاني يوم بقى مش يوم تقول له يا حسن انا عايزك في الموضوع او يا بابا انت وراك حاجه يا ابني النهارده؟ لا يا بابا وراي. طب يا ابني بعد الظهر هننزل نتمشى انا وانت سوا في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. طيب يا بابا خده بقى واخده بيه اطلع بقى على الكورنيش اتمشى في جنينه شارع اي مكان بعيد عن البيت وابتدي بقى اتكلم معاه. قول لي يا ابني اختك انا خايف عليها اختك تسيبني حريك في يا ابني حاجات ما يصحش ابدا ان الشاب او الفتاه يستخدمها او يستعملها او يشوفها او 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 في اصدقاء سوق هيجي مثلا لصاحبه يديله مجله فيها مناظر خليعه ياخدها البيت يتفرج عليها تقع في ايد اخته يبقى افسد اخته من غير ما يحس. كمان يا ابني النظر بمثل هذه الامور حرام في الوقت نفسه. الانسان يعشق الصور واذا عشق الصور لا يعشق الواقع ويقع في داء وبيل لا يفارقه الى ان يموت الا وهو كذا وكذا. انتوا فاهمين طبعا التضامين مش فاهمين العاده السريه يقع في هذا الداء الوبيل ويتجوز ولا تفارقه ويمرض بها وده مرض يا ابني بيصيب الناس الكبار لانه من شبابه اعتاد لذا سميت لان من مارسها اعتاد عليها ولانها تمارس سرا سميت صغير. هذه خطيره جدا خد بالك يا ابني من اختك وخد بالك وتنبهه وتتكلم على الغريب ولا لقيت علبه سجاير تقول له يا ابني انا كنت النهارده في الشغل واحد صاحبي متضايق زعلان حزين لقيته يكاد يبكي بقول له مالك يا محمد يا فندم تعمل ليه؟ قال لي والله مش عارف اتصرف ازاي ابني انا بحبه جدا وما عنديش غيره او خلي يقوم عياله ويكبرهم او بقطع اللقمه من بقي وبدهان ونفسي ابني ده يعوض اللي انا ما وصلتلوش نفسي يبقى احسن مني. لقيت جيبه علبه سجاير او اصحابه قالوا لي جاب لك بيشرب سجاير او المدرس قال لي بيشرب سجاير سجلت مش عارف اعمل ايه ده انا محتاج للقمه ده انا بوصل من قوتي عشان مش عارف اعمل ايه بيشرب سجاير اعمل ايه اضربه تجلس ما تضربش اتفرج افتحه بتحاول احرجه ابيع احساسه احرجه اقول له ايه انا عامل مصروف الله هيسحب من اصحابه يلاقي اصحابه بيشربوا سجاير يقول له اديني نكتين هيخلف مع اصحابه هيتعلم من بدايتها الشحاته
منظره مش مظبوط قلم كده في شيء ازود له مصروفه عشان يشرب سجاير بعيد قوي وقرمه بدل ما يشرب سجاره من صاحبه. طب انا بقى وقعته في الغد اعمل ايه؟ مش عارف. قال لي قول لي يا ابني انا اصحابك يا حسن اللي في المدرسه والشباب الصغير بيشرب سجاير ليه؟ بيشرب سجاير ليه؟ عاوز يبقى راجل يعني عاوز يتقال عليه راجل ولا بيشرب سجاير ليه؟ يا ترى معاه فلوس زياده مش عارفين يقدروا ايه؟ انا بسالك الحقيقه حسن عشان صاحبنا ده زميلي في الشغل متضايق جدا وانا نفسي اقول الحل. تفتكر يا حسن يعمل معاه ايه؟ وسيب حسن يقف